خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية. السيسي يشدد على أن مصر تمنح أولوية قصوى لمكافحة الإرهاب في ليبيا. أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون. أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية في العراق يقول إن من يظنون أنهم قادرون على التهرب من استحقاقات الإصلاح واهمون. عقب إدلائها بشهادتها بمجلس النواب الأمريكي، ترامب يشن هجوما عنيفا يستهدف سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي شدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن مصر تمنح أولوية قصوى لمكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت خلال الاتصال الهاتفي حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء دور مصر المحوري المقدر بمنطقة الشرق الأوسط. في مدينة الفاتيكان شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على تقديرهما للاهتمام العالمي بوثيقة الأخوة الإنسانية، مطالبين بترجمة هذا الاهتمام إلى برامج وتشريعات ومبادرات تسهم في نشر المحبة والأخوة. وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن لقاءه مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يعد ترجمة فعلية ودعوة حقيقية لأتباع الديانات في سائر أنحاء العالم بضرورة التمسك بالإخاء الإنساني. في مدينة كربلاء العراقية قال أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية في العراق إنه يتعين تمرير قانون انتخابات عادل يعيد لشعب العراق ثقته في العملية الانتخابية. فإن من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية. وقال أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية في العراق إن المتظاهرين العراقيين خرجوا إلى الشوارع بسبب حالة فساد غير مسبوقة. إن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد المتفاقم يوما بعد يوم والخراب المستشري على جميع الأصعدة. وقال أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية في العراق إن من يظنون أنهم قادرون على التهرب من استحقاقات الإصلاح واهمون. وإذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون.
في العاصمة العراقية بغداد لقي 3 عراقيين مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجراح إثر مجاهات بين متظاهرين يطالبون برحيل النخبة السياسية وقوات مكافحة الشغب. الصمود شعارهم، الصبر سلاحهم، أما مطلبهم الذي يؤكدون أنهم لن يتزحزحوا عنه فهو تغيير النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين. إنهم متظاهرو العراق الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية دون كلل أو ملل، قتلى وجرحى خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد. مسؤولون أمنيون وطبيون قالوا إن القتلى والجرحى سقطوا عندما أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل مسيلة للدموع صوب مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الخرسانية وتدفقوا إلى ساحة الخلان وسط بغداد والتي كانت محور اشتباكات على مدار الأيام الماضية. وقد شهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية في جمعة الصمود، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير وسط هتافات منددة بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. كذلك تجمع الآلاف في ساحة الجنوب في محافظة ذقار جنوبي البلاد للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد النخبة السياسية التي يصفونها بالفساد وموالاة إيران. وفي محافظة البصرة فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولقي ما لا يقل عن 320 شخصا حتفهم وأصيب الآلاف منذ اندلعت الاضطرابات مطلع أكتوبر الماضي عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع معربين عن غضبهم إزاء الفساد المستشري ونقص فرص العمل وسوء الخدمات الأساسية رغم ثروة البلاد النفطية. ولم يفلح رد الحكومة على الاضطرابات والغليان الذي يشهده الشارع الذي يرى أن ما قدمه عادل عبد المهدي لا يعدو كونه إصلاحات سياسية محدودة ومحاولات لكسب المزيد من الوقت. أكثر من 45 يوما من التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية تؤكد أن المحتجين لن يتركوا ساحات التظاهر دون أن تتحقق جميع مطالبهم مهما كانت التضحيات، فهم يرون أن عراقا جديدا يستحق أن يبذل في سبيله كل غال ونفيس. في العاصمة العراقية بغداد أيضا لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بجراح إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ساحة الطيران. لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الأممية تعتبر استشهاد عائلة سوركا الثمانية في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أمرا مأساويا. نيكولاي بلادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رد على الهجوم الذي وقع في غزة بواسطة إسرائيل وأسفر عن مقتل أسرة من 8 أشخاص وهي عائلة السوركة، واعتبر أنه لا يمكن مطلقا تبرير أي اعتداء على المدنيين في غزة أو أي مكان، ودعا إسرائيل إلى التحرك وفتح تحقيق في هذا الشأن. الأمم المتحدة تعارض قتل المدنيين، وفي هذه الحالة نحن نعتبر مقتل عائلة السوركة أمر مأساوي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات جديدة على قطاع غزة تحت مزاعم الرد على إطلاق صواريخ فلسطينية باتجاه إسرائيل. كانت حالة من الهدوء الحذر سيطرت على قطاع غزة بعد ليلة شهدت تبادلا لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أول جمعة منذ 20 شهرا تمر على غزة دون مسيرات. الهيئة العليا لكسر الحصار أعلنت إلغاء المسيرات لهذا الأسبوع بسبب تصعيد جيش الاحتلال هجماته ضد القطاع،
حالة من الهدوء الحذر سيطرت على غزة بعد اتفاق تهدئة دخل حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي، غير أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافاً لحركة الجهاد الفلسطينية زاعمة أن ذلك كان رداً على صواريخ أطلقت من القطاع. وجرح فلسطينيان في القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة مواقع للحركة حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. الهجوم الإسرائيلي بدأ فجر الثلاثاء بغارة اغتالت قائد الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، لترد حركة الجهاد بإطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل مطلقة على مدار الأيام الثلاثة للتصعيد 450 صاروخاً. ورد الطيران الإسرائيلي بشن عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للجهاد خاصة، غير أن الضحايا كانوا في صفوف الفلسطينيين، 34 شهيدا وأكثر من 100 مصاب كانت حصيلة أيام من العنف الذي لم يفرق بطبيعة الحال بين مسلح ومدني. هي عادة حكومة الاحتلال، وبخاصة في ظل وجود وزير دفاع مثل نفتالي بنت الذي لا يقل عنفا عن رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. الأمر لا يعد بالنسبة لنتنياهو أكثر من مجرد مسعى للفوز في سباق تشكيل الحكومة الجديدة ونيل فترة ولاية جديدة تنأى به عن المساءلة القضائية. التصعيد الأخير وفقا لمراقبين هو الأكثر دموية منذ مايو 2018 الذي شهد اشتباكات أدت إلى استشهاد نحو 60 فلسطينيا. قال جبران باسيل وزير خارجية لبنان إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية. كان سعد الحريري استقال من رئاسة الوزراء اللبنانية في 29 من أكتوبر الماضي تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة. في الوقت الذي يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بيروت وعدد من المدن اللبنانية للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، تسربت أنباء حول احتمال تكليف وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة، تسريبات أثارت غضب وسخرية المتظاهرين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين السلطة بأنها لم تأخذ مطالبهم على محمل الجد. وتظاهر العشرات في بيروت وطرابلس احتجاجا على أنباء تسمية الصفدي رئيسا للحكومة، قائلين إن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر بعيدا عن نبض الشارع. وأعاد المتظاهرون قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد أقسام الشرطة في بيروت احتجاجا على توقيف ناشطين اثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما. ونفذت مستشفيات عدة إضرابا جزئيا ليوم واحد فقط لم تستقبل خلاله سوى الحالات الطارئة، تنفيذا لإجراء تحذيري اتخذته للضغط من أجل تسهيل حصولها على الدولار الأمريكي لشراء مستلزمات طبية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سيولة خانقة. ولا تزال المصارف مغلقة في كافة المناطق اللبنانية، ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسما إضافيا مباشرة منها على عمليات سحب الدولار المحدودة جدا. ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 من أكتوبر الماضي أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدعو الرئيس ميشيل عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. وكان عون قد اقترح تشكيل حكومة تكنو سياسية، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة
بعيدا عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤوليين الحاليين. التسريبات بشأن تسمية الصفدي رئيسا للحكومة جاءت وفقا لمراقبين لتشعل غضب المتظاهرين في لبنان ولتؤكد أن الأزمة التي يشهدها هذا البلد سوف تطول لأيام وربما لأسابيع طالما بقي المتظاهرون في واد والسلطة في واد آخر. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب النهضة ترشيح الأخير لتولي المنصب. شغل الجملي وهو مهندس زراعي مهامه في إطار حكومتي حزب النهضة اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي العريض. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت ماري يوفانوفيتش سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا خلال جلسة علنية بمجلس النواب لمساءلة الرئيس ترامب إن مصالح أجنبية فاسدة كانت وراء عملية عزلها من مهام منصبها. للأسف الشهران الماضيان أبرزا أن جهودنا لمكافحة الفساد لا يتبناها كل الأوكرانيين، ومن ثم ربما لم يكن مفاجئا عندما اعترضت جهودنا لمكافحة الفساد الرغبة في الربح أو السلطة. فضل الأوكرانيون اللعب وفق القواعد الفاسدة القديمة والسعي لعزلي. ما يذهلني أنهم وجدوا أمريكيين مستعدين للشراكة والعمل معهم. واضح أنهم نجحوا في تنسيق عملية عزل السفيرة الأمريكية. كيف لنظامنا أن يفشل هكذا؟ كيف يتسنى لمصالح أجنبية فاسدة أن تتلاعب بحكومتنا؟ من جانبه قال آدم شاف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي إن السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا قاسية على الفساد. Her successor is acting chief of mission in Ukraine, Ambassador Bill Taylor. الرجل الذي تولى منصب القائم بالأعمال خلفا لها وصفها بأنها سيدة صريحة للغاية، كانت مباشرة للغاية، تعلن عن الأهداف بوضوح شديد، كانت بالفعل تتعامل مع الفساد بقوة، أعلنت عن أسماء وذلك كان مثيرا للجدل أحيانا هناك، لكنها شخص قوي ووجهت تلك الاتهامات. في فترة توليها منصب السفير في كييف كانت يوفانوفيتش قاسية على الفساد، مبالغة في الشدة على الفساد بالنسبة للبعض، وموقفها القائم على المبادئ خلق لها أعداء. في السياق المتصل، قال ديفيد نيونز عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين يسعون بإصرار من أجل الإطاحة برئيس المنتخب. أمر مؤسف أننا اليوم وطوال معظم الأسبوع المقبل سنواصل الانخراط في عروض الديمقراطيين التلفزيونية طوال اليوم بدلا من حل مشكلات نرسلها لواشنطن كي تعالجها. لدينا الآن اتفاقية تجارية كبرى مع كندا والمكسيك جاهزة للموافقة، اتفاقية سوف تخلق وظائف وتعزز اقتصادنا. في الوقت نفسه لم نوافق بعد على التمويل الحكومي الذي ينتهي العمل به الأسبوع المقبل، إضافة إلى تمويل رجالنا ونسائنا في الجيش. وبدلا من ذلك نجتمع مع الديمقراطيين ثانية كي ندفع عمليتهم للإطاحة برئيس منتخب. سوف أدون أن الديمقراطيين الخمسة الأعضاء في هذه اللجنة صوتوا بالفعل على إجراء تحقيق تمهيدا لتوجيه اتهامات للرئيس قبل حتى أن تظهر مكالمة ترامب زيلينسكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إجراءات عزله التي يسير فيها الآن منافسوه الديمقراطيون يجب أن تتوقف نهائيا. Was getting off the plane and they handed me a statement that was just made by the foreign minister and president of the Ukraine. بمجرد خروجي من باب الطائرة تسلمت بيان صادر عن وزير خارجية أوكرانيا والرئيس الأوكراني يقولان فيه بوضوح شديد أنهم ليس لهم أي صلة تذكر بالانتخابات الأمريكية. لقد اطلعتم بالفعل على هذا البيان، جميعكم اطلع عليه، وهذا يترتب عليه إنهاء إجراءات العزل مرة وإلى الأبد.
بتسليط الضوء على سفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش والتي وصفها ترامب بأنها مثيرة للمشاكل قبل أن يعزلها، افتتح اليوم الثاني من الجلسات العلنية التي يبثها التلفزيون في تحقيق المساءلة بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتم فصل يوفانوفيتش من منصبها في مايو الماضي بعد أن تعرضت لهجوم من رودي جولياني محامي ترامب الشخصي في الوقت الذي كان يعمل فيه على إقناع أوكرانيا بفتح تحقيقين يصبان في مصلحة الرئيس الجمهوري سياسياً. وأبلغت يوفانوفيتش التي عملت تحت إدارات جمهورية وديمقراطية نواب في جلسة مغلقة أن ترامب قام بعزلها استنادا إلى مزاعم لا أساس لها من أشخاص لديهم بالقطع دوافع مريبة بعد تعرضها لهجوم من المحامي الشخصي للرئيس ترامب رودي جولياني، مؤكدة أنها لا تعرف ما الدوافع وراء مهاجمة جولياني لها. وكان جولياني يحاول الضغط من أجل بدء تحقيقات أوكرانية في أمر المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل جو بايدن وابنه هانتر الذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية بورسيما، بالإضافة إلى نظرية مؤامرة تم دحضها لكن تبناها عدد من حلفاء ترامب مفادها أن أوكرانيا هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية في عام 2016 وليس روسيا. ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطات منصبه للضغط على كييف لإجراء تحقيقات من خلال حجب مساعدات أمنية أقرها الكونغرس لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار لمحاربة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية إن بلاده لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكا. وقال تيبور ناجي إن عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية. قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق في اعتداء مزعوم على وزيرة العدل في جزيرة هونغ كونغ التي كانت تزور لندن. الأزمة في هونغ كونغ ما زالت مشتعلة، أصداؤها تتردد خارج البلاد خاصة مع الاعتداء على وزيرة من هونغ كونغ خلال تظاهرات في بريطانيا. ففي لندن وفي أعقاب الاعتداء على الوزيرة خلال مظاهرات مؤيدة للديمقراطية هناك، شنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ هجوما لاذعا على حكومة بريطانيا، متهمة إياها بالاستمرار في صب الزيت على النار وزرع الفتنة والتحريض على الاضطراب بحد قولها. كما أعربت الصين عن غضبها وإدانتها الشديدين بشأن تعرض الوزيرة في حكومة هونغ كونغ للاعتداء في بريطانيا، مطالبة في الوقت نفسه الجانب البريطاني بالتحقيق في الحادث والعمل بأقصى جهد لإلقاء قبض على المعتدين. وواصل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء احتلال عدة مبان جامعية، في حين تكررت لليوم الخامس على التوالي معاناة الموظفين المضطرين للذهاب إلى العمل، خاصة مع تكرار غلق الطرق وتوقف وسائل النقل العام في المدينة. فعلى مدى أشهر كان المحتجون يقومون بتحركاتهم في هونغ كونغ بشكل أساسي في المساء وإجازات نهاية الأسبوع، مما سمح للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون شخص بالعمل بشكل طبيعي نسبيا خلال النهار. وتشهد المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي أسوأ أزمة سياسية منذ 5 أشهر مع تظاهرات وتحركات شبه يومية، لكن التعبئة اشتدت الأسبوع الماضي مع بدء تعطيل المواصلات في المدينة. ويحتج المتظاهرون في هونغ كونغ منذ يونيو الماضي على ما يقولون إنه تدخل بكين في الحريات المضمونة بموجب مبدأ دولة واحدة ونظامان المطبق في هونغ كونغ منذ عودتها إلى الصين بعد انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1997. بدأت إيران الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بأكثر من 50%. وقالت تقارير صحفية إن الخطوة الإيرانية الجديدة تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
أعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في مدينة البندقية التاريخية بعد أن اجتاحتها فيضانات عارمة. هي موجة الفيضانات الأسوأ منذ 50 عاماً، هكذا وصفت الفيضانات التي شهدتها مدينة البندقية والتي قُبلت بحالة من الصدمة والغضب من سكان المدينة، حيث بدا سكان البندقية في حالة صدمة لرؤية الخراب في مدينتهم بعدما فاضت فيها المياه إلى مستويات لم تشهدها المدينة منذ نصف قرن من الزمان، لتجرف مراكب الجندول الشهيرة وتجتاح الفنادق وتدفع السياح إلى الهرب أمام المياه التي ترتفع بسرعة. رئيس البلدية لويجي برونيرو وصف الوضع بالكارثة وحذر من وقوع أضرار جسيمة، بينما ذكر مسؤولون بالمدينة أن المد ارتفع إلى 187 سنتيمترا، وهو مستوى أقل بقليل من 194 المسجل في عام 1966. وغمرت المياه ميدان سان مارك بارتفاع تجاوز المتر، كما اجتاحت كاتدرائية سان مارك المجاورة لسادس مرة في 1200 عام. هذا المنسوب كان كافيا ليغمر 70% من المدينة بالماء ويتسبب في توتر السكان الذين ينتظرون عملية تنظيف جديدة واسعة النطاق. أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في البندقية الخميس، وأعلنت أنها خصصت 20 مليون يورو لإصلاح الضرر المباشر. توقع لويجي برونيرو رئيس بلدية المدينة الجمعة أن تكون التكاليف أعلى من ذلك بكثير، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون ارتفاع المد بين 110 سنتيمترات و 120 سنتيمترا في مطلع الأسبوع، وفي الأحوال العادية يعتبر ارتفاع المد بمنسوب بين 80 و 90 سنتيمترا عاليا، لكن يمكن التعامل معه. أخبار السابعة تتواصل وفيها بعد الفاصل، بأكثر من 20 فعالية فنية وثقافية، انطلاق الموسم الجديد للمركز الدولي للفنون بقصر المانستيرلي. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير بانتظاركم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. في القاهرة عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عرض الخطة على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبدء التنفيذ. في القاهرة أيضا ذكرت وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل 2020-2021 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 7.1 تريليون جنيه مقابل 6.1 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019-2020. وأضافت الوزارة أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% موازنة عام 2019-2020. شهدت أسعار صرف الدولار في بداية التعاملات الأسبوعية استقرارا في البنوك الحكومية والخاصة أمام الجنيه المصري. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الجمعة، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 660 جنيه للجرام.
قالت وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال إن وزارتها ستطرح مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم فيما سعى لدرء نقص محتمل في المعروض جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان وتضاؤل العملة الصعبة المتاحة إلى ظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي الذي يجري تداوله بزيادة نحو 20% عن سعر الصرف الرسمي المربوطة بالليرة عند 1507.7 ليرة، مما يرفع تكلفة الواردات. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك محمد باركيندو إن المنظمة تتوقع زيادة إجمالي الطلب الأولي على الطاقة في سائر أنحاء العالم بحلول عام 2040 بنسبة 25%، مع توقعات بأن يلبي النفط والغاز غالبية الطلب. وأضاف أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة، وأن النفط والغاز سوف يستحوذان على أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040. رفعت الصين القيود المفروضة على منتجات الدواجن الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الصين حظرت واردات الدواجن والمنتجات المتعلقة بها من الولايات المتحدة بعدما انتشرت إنفلونزا الطيور في بعض مناطق الولايات المتحدة في عامي 2013 و2014. وإلى أخبار الطقس، في القاهرة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. هل لك أن تطلعنا عن حالة الجو خلال هذه الفترة؟ بالفعل الطقس معتدل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. طبعا الكتلة الهوائية اتغيرت بشكل كبير علينا امبارح، ووصلت درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، ومتوقع عليها النهاردة أيضا أن تصل إلى 26 درجة أيضا، تستمر على هذه الدرجة نتيجة طبعا تغير الكتلة الهوائية. وانخفضت بالفعل درجة الحرارة على القاهرة أكثر من 5 درجات مئوية عن أول امبارح، فده نتيجة تغيير الكتلة الهوائية اللي موجودة على جمهورية مصر العربية. فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة، سقط الأمطار على مناطق من اسكندرية ورشيد والبحيرة كانت غزيرة ورعدية، ووصلت لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على سلاسل جبال البحر الأحمر. النهاردة إن شاء الله هتقل حدة سقوط الأمطار، هتنعدم تماما على سلاسل جبال البحر الأحمر، وما زالت فرص سقوط الأمطار مستمرة على مناطق من شمال البلاد ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، سواء على مناطق من سواحلنا الشمالية أو مناطق من الوجه البحري. إن شاء الله الاستقرار هيبدأ يسود خلال الأيام القادمة، وتبدأ الشبورة المائية
الزهور والاستمرار على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية هيقل معها مستوى الرؤية الأفقية. نرجو طبعا الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات أثناء فترة تكون الشبور. نعم، شكرا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. في قصر المانستر بالقاهرة انطلقت أعمال الموسم الجديد للمركز الدولي للفنون بأكثر من 20 فعالية فنية وثقافية. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر المانسترلي جاء افتتاح المركز الدولي للفنون إذانا ببدء أنشطته الثقافية وعروضه الفنية خلال الموسم القادم. أحيت السوبرانو العالمية أميرة سليم بمصاحبة عازفة البيانو الفرنسية بسكيل روزي أولى حفلاته الكلاسيكية، قدمت على خشبة المسرح أغنيات من أوبرتات عالمية كروميو وجولييت. حاول نحيي هذا النشاط، وأكيد نكون كلنا مؤكدين عن هذين نوع من الأنشطة يجب دعم مننا كصندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة. بأكد كان ده بقوة وبإصرار مع معالي الوزيرة إن لازم هذا النشاط يرجع. احنا في خلال الربع الأول بنقدم 25 فعالية ما بين حفلات للموسيقى الكلاسيكية وكلثوميات وموسيقى الجاز وعروض سينمائية ومحاضرات وندوات، ونتمنى انه ده يعني يعيد الزخم لهذا المكان ويضعه على المكان الذي يستحقه في خريطة العمل الثقافي في مصر. بصوتها الرنان التي جالت به على عدة مسارح بدول العالم وحازت على الجائزة الأولى في مسابقة أورفيتو بإيطاليا، تألقت أميرة سليم بأجمل مقطوعاتها الموسيقية ليتفاعل معها الجمهور وبأدائها التراثي الأصيل. هي صوتها قوي قوي وعليها أداء مؤثر، وعلى المسرح بيبقى ليها كمان حضور مميز مفيش زيها في مصر بصراحة. وأنا بحب القصر من السرير جميل قوي. حدث فني وثقافي هام جدا، أن افتتاح مكان زي ده أو صرح ثقافي زي ده مع السوبرانو العالمية وعالمية بمعنى الكلمة الأستاذة أميرة سليم. أكثر من 25 فعالية فنية وموسيقية يتضمنها المركز الدولي للفنون، كحفلات لكوكب الشرق أم كلثوم وعروض سينمائية واستضافته لفرق موسيقية مختلفة من دول العالم. حينما تمتزج الأصالة بالإبداع لصنع جسر بين مناهج الموسيقى الشرقية والغربية، تظل المقطوعات الموسيقية والغنائية أداة للتعرف على الثقافات المختلفة وإحياء الذوق العام، وهو ما يهدف إليه المركز الدولي للفنون بعد تدشينه ليعلن عن إنتاج فني وثقافي متميز يمتع جمهوره. من قصر المانسترلي بالمنيل، أحمد ممدوح، النيل. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، السيسي يشدد على أن مصر تمنح أولوية قصوى لمكافحة الإرهاب في ليبيا. أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون. أحمد الصافي ممثل المرجعية الشيعية في العراق يقول إن من يظنون أنهم قادرون على التهرب من استحقاقات الإصلاح واهمون. عقب إدلائها بشهادتها في مجلس النواب الأمريكي، ترامب يشن هجوما عنيفا يستهدف سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا المفصلة، لكم منا جميعا كل التحية، إلى اللقاء.